بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بألف خير، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا يا رب. هنعمل النهاردة فكرة بسيطة جدا من قماش الخيامية. هعمل مفرش لترابيزة الصالون او الانتري. هيكون مفرش خيامي وشكله جميل جدا. هنا معايا القماش بتاعي، بيكون متحدد عليه رسومات كتيرة، رسمة نجمة، رسمة دائرة، رسمة شكل بيضاوي، رسمة مستطيل، او انتي بتطلعي الشكل المستطيل زي ما انت عايزة. حوالي الشكل البيضاوي اخر رسمة في الشكل الموجود على الخيام. انا هنا هحدد معاكم الشكل اللي انا عاوزاه، وهتشوفوا النتيجة في الاخر هتكون عاملة ازاي. بمشي بالمقص على الرسمة بالظبط بحيث ان الشكل يكون مظبوط ومتناسق معايا، ويديني في النهاية الشكل اللي انا عاوزاه. اهم حاجة يكون المقص بتاعك يكون حامي شوية، يعني ما يكونش بينسل القماش، لان قماش الخيامي بيكون بطبعه الفتل بتاعته بتكون خياطتها واسعة شوية، فبينسل معانا بسرعة او بيطلع فتل كتير. واحنا عايزين الشكل في النهاية يكون متناسق معايا ويكون يعني يدينا شكل جمالي. ما نحتاجش ان احنا نزين المفرش بتاعنا بشرايط زينة او بأي حاجة. انا حابة الشكل يكون بسيط، مش هدخل فيه اي شغل للزينة، هسيبه زي ما هو كده. هنا كده خلاص انا قصيت الجنب ده، هكمل بس الجزء الاخير فيه، وتقريبا كده الشكل بقى واضح جدا معاكم. خلاص كده يا بنات انا قصيت الشكل اللي انا عاوزاه، وزي ما قلت لكم لو عايزين تعملوه بشكل دائري كبير او وسط بنمشي برضو على نفس الخطوط الموجودة معانا. كده بقى شكله النهائي. اتمنى الفيديو يعجبكم، فيديو سهل وبسيط جدا ومش مكلف، وكمان ما اخدش مننا اي وقت. هنا بقى الفانوس بتاع اولادي، كنت عاملة لهم فانوس خشبي في صورهم. انا هفتحه كده، فتحت الاضاءة بتاعته، هو بيغني اغاني رمضان وشكله جميل جدا. حطيته على المفرش كده، وهنا كده بقى الشكل معايا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش من اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.